لا شيء هنا سوى هذه الشوارع الخالية إلا من بعض المقاتلين وبقايا أبنية دمرها القصف والقتال. غادر الأهالي وتركوا خلفهم بلدتهم بكل ما حل بها وتفرقوا في كل الاتجاهات طلبا للأمن الذي أصبح عزيزا في منطقة لا تتوقف فيها المعارك. يعني من اول الاحداث هي اخذ طريق الانحياز، يعني السلام، يعني هو هذا حي مثل ما انكم شايفين كله سلميين وكله لاجئين، ما في حد، يعني بتهمونا بالارهاب وما عندنا ارهاب، تهمونا بداعش ما في داعش، يعني ما عندنا شيء، عندنا لاجئين وسكانين الضيعه، سكانين الضيعه نصهم برات البلد ونصهم قاعدين بحاره صغيره، ما يعني شو هالحقد اللي علينا، ما بعرف يعني شو هالحقد اللي علينا، والله ما بعرف. انا هوني متطوع، انا متطوع امافس، انا عم احرس الاحياء الدور وعم ادفن شهداء. هذا ما آل إليه الحال في قرية تيرمعلا بريف حمص الشمالي بعد الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام. المركز الطبي في ريف حمص الشمالي والذي يتخذ من القرية مقرا له تحول إلى نقطة طبية مهمتها تقديم الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب إلى مشافي الريف، بعد أن كان المركز واحدا من أكبر المراكز والمشافي الميدانية في المناطق المحررة في سوريا. بعد الحملة العسكرية على القرية، طبعا نتيجة القصف والدمار والهجمات، كل دقيقة، مو كل الهجمات اليومية، كل ثانية في قذيفة وكل دقيقة في قذيفة، فتحول المشفى مثل ما نكون شايفين مشفى فاضي فارغ ما في شيء، مجرد نقطة طبية، يا دوب ضماد، بس بنقدر بنضم الضماد بسيط لأنه ما بقى في شيء، لا عنا بالمشفى بقى في مواد ولا أجهزة ولا شيء نشتغل فيه، ولا بقى في ناس نشتغل فيها أو سكان نشتغل فيه. قرية تيرمعلا ليست سوى نموذجا يشبه العديد من القرى السورية التي نسيها العالم عندما اضطر أهلها إلى اللجوء مجبرين. هدم سقفهم على وقع الطائرات والمدافع، واليوم يبحثون عن خيمة تستر ما تبقى من حلم العودة لديهم. هذه الشوارع سبق وأن غصت بمظاهرات تطلب الحرية وتهتف بحقوق الناس، وبعد أن أمطرها النظام موتا لم تجد من يبحث عنها حتى على الخريطة. للأورينت نيوز، سيف الله الأحمد من قرية تيرمعلا بريف حمص.